الارجنتين والمكسيك يعني اصلا اجمد جمهورين في كاس العالم في اي كاس عالم. انا رحت روسيا هم اجمد اتنين بصراحة. اخيرا لقينا ميسي. كالعادة متأخرين، كالعادة هدخل الماتش بعد ما يبدأ. بس انت عارف يعني اللحظه اللي هي بتبقى انت خلاص بعد ما تخلص ماتش وعايز تريح، فالواحد انتخ بعد قاعد في الكافيه في ماتش فرنسا والدنمارك خلاص حاسس انه مش قادر يقوم تاني. بس الشيطان وزني قال لي حرام تضيع ماتش زي ده، حاول ان شاء الله ربنا يكرم نحضر الماتش. شكله حلو حلو يعني. انا في قلب بوينس ايرس حرفيا والله تاني. الارجنتين سدت قوي في الشوط الثاني يعني، وواضح ان الجول يطبق في هدوء. في مرتدة ولا لا؟ مفيش مرتدة. جميل المكسيك ولع يا جدعان والله مش طبيعيين. الارجنتين رغم انها محاصره المكسيك خالص بس مش لاقي اي منفذ خالص خالص يعني، يلعبوا على الاطراف يلعب العرضيه المدافع بيطلعها بكل سهوله، مفيش اي محاوله ان هو يعمل اثنين على واحد اي او مش انه يعمل ينجح في انه يخلي في موقف اثنين على واحد يعدي الكوره، لا كل مره كوره تخلص على طول مفيش اي حاجه جديده يعني. صديقي ميسي
هي الارجنتين من اول الشوط الثاني بتحاول، بس محتاجه ميسي برضه لان ما كانتش قادره توصل، لازم كان ميسي يتدخل وميسي يتدخل. اخيرا لقينا ميسي. واللي قاعدين على السلالم حاسبينهم ولا لا؟ طيب. اللحظات الحزينة اللي تبقى عايز تتكلم اسباني فيها، اسف سكيب الدروس وتأخر في التعلم وخلاص. ايه الملعب الفشيخ ده؟ بص المنظر، لا 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 منظره تحفه من بره كمان بالليل، يعني احلى.